دلوقتي احنا في قاعه الناسا في العاصمه الاداريه، انا عايزه اعرف النهارده في ظل التحديات اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عنها في تحديات حرب اوكرانيا والتداعيات اللي احنا بنعيشها من الحرب ديت، والتحديات ازاي احنا نمر بالمسار اللي احنا فيها دلوقتي، وطرحت حضرتك الاجواء اللي احنا فيها دلوقتي. اولا انا بشكر برنامجك الجميل ده اللي بيتكلم عن وحضور الفعاليات الدوليه. احنا في مصر الحمد لله كنا من فتره كنا في مؤتمر في شرم الشيخ البنوك الاسلاميه لبنك الاسلام للتنميه، ودلوقتي في مؤتمر اللي هو البنك الافريقي، وده دي كل ده يدل على شيء، يدل ان مصر امنه، ان مصر فاتحه بيانها للمؤتمرات الدوليه، ان احنا يعني الحمد لله يعني زي ما شفنا سياده الرئيس كان موجود النهارده، وكم الترحيب من الناس وكم من الناس اللي كانت موجوده، مبسوطه جدا بحضور الرئيس لفعاليات جميله زي كده، واحنا استفدنا جدا من كلام الرئيس ان هو وصى المسؤولين في افريقيا على مليون المليار ونص مواطن افريقي، مساحتنا مساحة قارة أفريقيا حوالي 30 مليون كيلو متر مربع، يعني بنقول إن إحنا يعني سوق واحد، يعني إحنا بلد واحد في أفريقيا كلها، وان أفريقيا سوق واحد، سوق مشتركة. يعني الفعاليات الدولية دي بتقول إن ممكن يكون إن شاء الله بادرة خير وبادرة أمل لمزيد من التطور في الصناعة. احنا ممكن يعني في افريقيا ممكن نصدر لها، ممكن يعني في دعم مادي من البنوك البنوك الدوليه ديت ان احنا نعمل مشاريع قوميه. النهارده سياده الرئيس اتكلم عن المشروعات والصناعات، يعني في الصناعات عن المصانع الصناعات المشتركه اللي هتكون ما بيننا وما بين الدول. كلام جميل فعلا، واحنا فعلا الصناعات ومصر زي ما قبل كده يعني الساده المشاهدين ممكن تكونوا شايفين في كذا فعاليات دوليه، ان مصر فعلا يعني في بخير في الصناعه، والتعامل المشترك بين الدول وبعضها بينتج ثمار كويسه، بينتج يعني مزيد من الامان، مزيد من الحياه الكريمه لقاره افريقيا كلها. وسياده الرئيس كمان مش عايز بيقول انا حتى لو سمعت الحوار بيقول انا مش يعني اتمنى ان انا كل المواطنين من بتوع افريقيا ان هو يساعدهم، لو يقدر يساعد اي دوله يساعدهم. واحنا برضو يعني يبقى في تبادل مشترك، جميع الدول تساعد بعضها، يبقى احنا كده فعلا هنبقى يد واحده وهنبقى ماشيين في طريق التقدم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وباذن الله التقدم لقاره افريقيا كلها. شكرا لسيادتك. بشكر حضرتك استاذه اسماء على برنامجك الجميل جميل كده.